هذا ميراث كبير منظومة ابن رشد. نعم. ولا الرحبية ولا العينات. نعم. هالعينات احنا نبشرك كما نبشروا كاع الجزائريين. نعم. بانه الحكومة وافقت وصدر مرسوم انشاء مركز وطني لحماية المخطوطات والتراث الديني. نعم. وسيكون في بسكرة. نعم. بسكرة. نعم. ويعني هذا من انجازات السيد رئيس الجمهورية. نعم. ونشكرهم. نعم. على هذه الموافقة. لماذا؟ لانه إن سنعمل ان شاء الله الى جمع. نعم. هذه المخطوطات صور منها ويعالج. نعم. هناك هذا. نعم. المركز ان شاء الله. نعم. وسيكون هذا رافد من الروابط. واذكرك كما اذكر الجميع بان السيد رئيس الجمهورية بنفسه في 16 أبريل 2020 في اول كلمة بمناسبة يوم العلم أمر بإعادة ترميم المساجد الأثرية والاعتناء بها، ومنها مسجد الإمام الجامع الأخضر جامع ابن باديس، وقد أعيد تدشينه 40 شريفا أعيد تدشينه، وهذا أيضا ضمن هذه المساجد.